الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول المولى جل وعلا: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالحقيقة كانت بنغازي من المدن الليبية التي كانت تمثل النسيج الاجتماعي الحقيقي في قضية القبلية، كانت قد ذابت فيها ذوبانا كبيرا. وبعد أن ظهرت ثورة 17 فبراير، كانت النداءات كلها تنادي لا للقبلية لا للجهوية، لا شرقية ولا غربية. والحمد لله رب العالمين، عشنا في بنغازي سنين وأعوام، وكانت بيننا كل مودة واحترام وأخوة وألفة ومحبة، حتى جاءت هذه الكرامة المشؤومة التي فرقت جمعنا وشتتت أمرنا، وبدأت هذه النعرات التي كان يقول عنها صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. والحقيقة والله هذا ما وجده مجتمعنا البنغازي في قضية نتانة الجهوية التي ظهرت الآن. وللأسف أننا نجد منابر النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، من يقف على المنبر ويقسم ليبيا شرقا وغربا، ونجد من يظهر من السياسيين ويظهر من أصحاب المناصب وينادي ويصرخ بأعلى صوته بهذه النعارات. بالله على هؤلاء الناس أو هؤلاء أصحاب يعني ماذا نقول عنهم؟ ألا يتقوا الله عز وجل؟ ألم يقل الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ ألا تذكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حقدك ونفسيتك المتضعضعة والنفسية المنهارة وحقدك الدفين؟ هذه مشكلة حقيقة عندما يظهر بعض الناس ويوقدون فتيل الحرب بين الناس وبين أهل الإسلام. نحن أهل الإسلام ونحن مسلمون، ما هذا الخطاب وما هذا التوجه الذي ظهر لنا ولم يظهر لنا إلا بعد هذه الكرامة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.